قد نختلف في وجهات النظر، في الأفكار، في السياسة، في الاقتصاد، في التوجهات، ولكن الشيء الوحيد الذي يستطيع تجاوز كل هذه الاختلافات في العالم العربي هي كرة القدم. باتت هذه النظرية واضحة في صفحات السوشيال ميديا في كافة البلدان العربية والتي احتفلت بالمنتخب المغربي. فاستطاع أسود الأطلس أن يلحق الهزيمة بالمنتخب الإسباني يوم أمس بعد مباراة شاقة طويلة استمرت إلى ما بعد الأشواط الإضافية، لتنتهي بانتصار المغرب في ركلات الترجيح وبإخراج الماتادور الإسباني بشكل لم يتوقعه. ومع أن انتهت هذه المباراة حتى تزينت شوارع عدد من البلدان العربية بالعلم المغربي في أيدي المشجعين الذين انطلقوا إلى الاحتفال في الشوارع من المغرب نفسها، مرورا بالجزائر ومصر وانتهاءا بقطر حيث تقام هذه البطولة. احتفال البلدان العربية ورغم انتشاره الواسع لم يكن مفاجئ، فالمفاجأة الحقيقية كانت في المغرب نفسها، حيث خرج العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشوارع، شأنه شأن أي مواطن، لينضم إليهم في احتفالاتهم بالتأهل التاريخي إلى دور ربع نهائي كأس العالم. عاش الملك، عاش الملك، بالإضافة لأنه المنتخب العربي الوحيد المتبقي ببطولة كأس العالم 2022، إلا أن انتصار المنتخب المغربي ليس مجرد انتصار في مباراة كأس العالم، بل هو انتصار يسجل في التاريخ بالحرف. فأسود الأطلس أصبحوا أول منتخب عربي يظهر في دور الثمانية في بطولة كأس العالم، ففي الدورات السابقة كانت الفرق العربية تتوقف دائما عند الدور الثاني قبل أن تخرج من المونديال، وهو ما بات يعرف بعقدة دور 16 التي وضع المغرب نهاية لها، كما أصبح أيضا رابع فريق أفريقي ينجح في الوصول إلى دور الثمانية. ولكن ما بعد الاحتفال بالنصر التاريخي تنتظر المغرب مباراة مع البرتغال في دور الثمانية القادم، ويبحث في هذه المباراة أو يبحث عن إنجاز آخر غير مسبوق للعرب ببلوغ نصف النهائي، ووصوله لهذه المرحلة كان السبب في حماس وثقة الكثير من المشجعين عبر السوشيال ميديا، مثل هذه التغريدة التي كتبها وائل وقال: أنتم أدهى يا أسود الأطلس ومن زايد لأزيد، وإذا كان عندهم رونالدو فأحنا عنا 22 رونالدو. أيضا الفنان المصري هاني شاكر هنأ المنتخب المغربي وكتب: مليون مبروك صعود أبطال منتخب المغرب لدور الثمانية من بطولة كأس العالم، مبروك لكل مغربي ولكل عربي الإنجاز العظيم. أيضا كان الفنان ماجد المصري ممن باركوا للمنتخب المغربي وكتب: من أجمل وأقوى المباريات، كنتم أسود حقيقية، شرفتونا وفرحتونا، هاشتاج المغرب. أيضا نستمر مع الفنانين ونختم بتغريدة من محمد هنيدي الذي علق ساخرا: أبطال أبطال، مبروك لكل الوطن العربي ومبروك لكل أهل المغرب، تاريخ بيتكتب من جديد، عذرا إسبانيا، فالأسود دائما تلتهم الثيران، وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو التهمكم اليوم.